اقتلوا الكهرباء، فجروا المحطات واشنقوا أبراج النقل. هذا ما يسمع في الأرجاء على صدى تفجير البنى التحتية للطاقة الكهربائية في العراق، من محطات توليد إلى محطات تحويل وأبراج نقل. هي معركة جديدة لا تختلف في شيء عن بقية المعارك التي رأيناها ونراها. فالصواريخ جاهزة، وهذه منطقة رخوة ومثالية لاستهداف الدولة وتسقيط جهدها أمام مواطنيها. نعم، يستهدفون الكهرباء بالعبوات والصواريخ في الموصل وصلاح الدين وكركوك والأنبار وبابل، وفي أغلب المناطق التي يتواجد بها تنظيم داعش، وهو ما يرجح أن يكون التنظيم وراء هذه الاستهدافات. آخر الأخبار الأمنية بهذا الصدد هو ما أعلنته خلية الإعلام الحكومي من أن الهجمات التي تعرضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن تخريب قرابة 70 برجاً لنقل الطاقة، خصوصاً في المنطقة الشمالية، بل أن هذه الهجمات أسفرت عن ضحايا مدنيين، وهو ما يوحي وكأننا أمام معركة لا تختلف عن بقية المعارك التي رأيناها في موجات الإرهاب والحرب الطائفية. العنوان خدمي، لكن المعركة لا تبعد عن أن تكون سياسية، وهذا ما لمح إليه رئيس الوزراء أمس حين تساءل عن هوية مستهدفي أبراج الطاقة ومحطات التوليد والتحويل، ومن ثم حين سأل إن كانت أجنداتهم سياسية أم إرهابية تخريبية. والآن كيف يمكن إيقاف هذه المعركة الشرسة وتحييد ملف الكهرباء عن أجندات السياسيين؟ سؤال تصعب الإجابة عليه، مثلما يصعب إيجاد آلية للسيطرة على الملف. فأبراج نقل الطاقة تمتد في مساحات شاسعة من العراق، وهي بالأساس غير محمية ذاتيا من الاحتراق في حال حملت بحمولات أكثر من طاقتها الاستيعابية. مع هذا، فقد قررت رئاسة الوزراء تشكيل قوة حماية خاصة لخطوط إمداد الطاقة الكهربائية، وكلفت الفريق رشيد فليح بمهام توفير الحماية الأمنية اللازمة للمنظومة في كافة المحافظات. هل تنجح القوة الجديدة في حماية الخطوط وتجنيب الدولة خساراتها الكبيرة المتتالية؟ نأمل ذلك، رغم أن شعار اقتلوا الكهرباء ما زال مرفوعا ويعمل بقوة.